حلوة شارتس. أنا اسمي محمد الفقي، شريك مؤسس ورئيس التنفيذي لشركة سيمبل فينتك سولوشنز. أنا عندي 44 سنة ومن محافظة الجيزة. أنا جاي النهاردة عشان أسك ل 15 مليون جنيه بنسبة 2% من الشركة. انت متاكد ان انت بتقول ده؟ اهلا بيك. طيب انا طبعا حضراتكم شايفين المبلغ كبير والنسبه قليله. انا كان نفسي ان انا اجي لابس لبس مناسب للمبلغ ده، يعني قال له البس بدله، ولكن زي ما حضراتكم عارفين السوق النهارده اسعار الملابس زادت جدا على المستهلك النهائي، وانا نزلت بصراحه ابص على اسعار البدل. انا مش عامل حسابي الشهر ده ان انا اصرف الفلوس دي او المبلغ ده في بدله الشهر ده، يعني اقدر اشتري البدله، ولكن دي حاجه من الحاجات اللي احنا كمستهلك نهائي ما بنخطط لهاش على مدار السنه، وده بيبقى موجود في الملابس او في المنتجات بصفه عامه، المنتجات الاستهلاكيه والخدمات بطبيعه الحال يعني. فالنهارده انا جاي اعرض على حضراتكم سيمبل، وهي منصه لاشتري الان وادفع بعدين، بتقدر ان هي تساعد المستهلك النهائي ان هو يحسن من اداره مصروفاته على مدار الشهر، وده من خلال ان هو بيقدر يشتري الحاجه ويدفعها على دفعات متساويه. الدفعات دي بتبتدي من دفعتين ولحد 5 دفعات، ممكن يدفعها كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر حسب طبعا الحاجه اللي هو بيشتريها. احنا حطينا خطط دفع مختلفه عشان تقدر تناسب المنتجات والخدمات اللي العملاء بيشتروها. فالنهارده لو حضرتك عند دكتور بتاخد علاج معين او تريتمنت معين، سنان بتعالج حاجه معينه وتكلفتها مش كبيره قوي، بس انت برضو ما كنتش عامل حسابك عليها، فبالتالي تقدر ان انت تقسمها وتدفعها على خطط اسبوعيه، سواء كل اسبوع او كل اسبوعين. البروسيس بمنتهى البساطه هي بتتطلب ان حضرتك تبقى عميل بنكي معاك كارت بنكي، سواء كارت خصم مباشر او كارت ائتمان. واكيد حضراتكم عارفين ان جمهوريه مصر العربيه فيها اكتر من 50 مليون كارت، وبالتالي دي الشريحه المستهدفه بتاعتنا. 90% من الشريحه دي اللي عندهم كروت، وخاصه كروت الخصم المباشر، هم موظفين او بينتموا للشركات، وبالتالي بينزل مرتباتهم على الكروت دي بصفه دوريه، ودول الشريحه اللي اغلبيتها بتبقى محرومه من الائتمان زي ما بيقولوا بلغه البنوك يعني. وبالتالي اما بيحصل لهم مناسبه او موقف زي اللي انا فيه النهارده ده، ما عندهمش حل غير ان هم ييجوا زي ما انا جاي النهارده كده كاجوال، او ان هم يستخدموا سيمبل عشان يقدروا يشتروا الزي المناسب للحدث اللي هم بيحضروه يعني. الاكسبيرينس بتتم من خلال 4 خطوات بالظبط. بمجرد ما حضرتك يبقى معاك الكارت ومتواجد عند التاجر اللي بتشتري منه المنتج او السلعه، بتدخل بيانات الكارت، وبعد كده بنطلب من حضراتكم او من العميل رقم المحمول ورقم القومي بتاعه، وبعد كده بتبتدي الابلكيشن تديله اجمالي ثمن المنتج قد ايه، هل محتاج يدفع دفعه مقدمه ولا لا، ولو في دفعه مقدمه هيدفعها قيمتها قد ايه، واكوردنجلي بتبتدي تديله الخطط اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتاعه الدفع الاجل، واللي زي ما قلت لحضراتكم ممكن يدفعها كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر. بمجرد ما العميل بيختار خطه الدفع وهو اوريدي عارف قيمه المدفوعه اللي هيدفعها كل شهر وتواريخها او كل اسبوع او كل اسبوعين وتواريخها متحدده، بنبتدي نبين له سيرفيس فيه معينه او كونفينينس فيه معينه، ودي بناخدها مع كل ترانزاكشن، بتتخصم من الكارت المستخدم في المعامله، فدي برضو بتبان له قبل ما يعمل الترانزاكشن، فبيبقى عارف كل المدفوعات اللي هتتسحب منه قبل ما يقوم بالمعامله. بعد كده بيوافق على الشروط والاحكام بتاعه الشركه وبتاعه التاجر باي تشيكينج البوكسز دي، او ان هو بيملى بيعلم على البوكسز دي، وبعد كده بيدوس كونفيرم، وبنبعت له كلمه سر او او تي بي وان تايم باسورد، دي بتجيله على موبايله ان هو دخله عشان نتاكد ان هو فعلا صاحب رقم المحمول اللي هو دخله في الداتابيز بتاعتنا. وبمجرد ما يدخل الاو تي بي ده، المعامله تبقى اتنفذت ويقدر ان هو يستلم المنتج بتاعه ويروح. وانا جاهز لاسئله حضراتكم. عايزك تكلمني انت مبيعاتك ايه في السنه؟
طيب احنا شغالين بقالنا تقريبا اولموست سنتين، احنا عاملين لحد دلوقتي معاملات بفوق ال 260 مليون جنيه، ودول على 45 الف عميل، فاحنا عندنا 45 الف عميل سو فار، وعندنا اكتر من 750 علامه تجاريه، وده بيشمل الاونلاين والاوفلاين، فبالتالي نقاط البيع بتاعتنا تتعدى ال 3450 نقطه الى يومنا هذا. الديفولت ريت عندك قد ايه؟ حاليا اقل من 1%. وفي حته خاصه بالموضوع ده برضو عشان جايز اكون انا نسيت اذكرها، ان الدفعات بتاعه العميل بتتخصم اوتو ديبت في يوم عاد الدفعه، وذر بقى كانت شهري او اسبوعي او كل اسبوعين، فمش محتاج العميل ان هو يروح حته ويدفع المدفوعه بتاعته او ياخد اي اكشن عشان يدفع المدفوعه بتاعته، لا هي اوتوماتيكلي بتتسحب من الحساب بتاعه ومن الكارت بتاعه. البروفيت بتاعك قد ايه؟ طبعا احنا ما عندناش نت بروفيت عشان حضرتك فاهم، احنا بادين بقالنا لسه سنتين، ولكن بنقدر ان احنا نحقق جروس بروفيت يتراوح ما بين 8-9%. الريفينيوز بتاعتك كام؟ 260 مليون؟ لا لا، المبيعات بتاعتنا 260 مليون. تمام، الدخل بتاعك انت كام؟ السنه اللي فاتت كان 22 مليون، بنهايه السنه دي هيبقى تقريبا 32 مليون. اوكي. لا بنهايه السنه دي يعني سنه ماليه كامله 32 مليون جنيه الدخل بتاعك. مظبوط مظبوط. هو طبعا الدخل متعلق بحجم المبيعات طبعا وعدد العملاء، لان زي ما انا شرحت لحضراتكم احنا عندنا جزء من الريفنيو بتاعنا جزء بيجي من المصروف اللي العميل بيدفعه، الرسوم اللي العميل بيدفعها، ودي بتتحصل اب فرونت، وجزء التاني بيجي من نسبه الخصم اللي انا باخده من التاجر. فالموديل مبني على نمبر اوف ترانزاكشنز مش على الفوليوم بتاع الترانزاكشن نفسها، يعني كل ما كان مبلغ المعامله ما بين 3000 جنيه ل 5000 جنيه ولكن متكررة على مدار السنة، نفس العميل ده بيستخدم نفس المبلغ ده على 3 أو 4 مرات في خلال السنة، فأنا بقدر أولد على المعاملة دي أو على نفس قيمة المعاملة دي في خلال سنة حوالي 36%. المبلغ ده أنت هتاخده عشان تعمل بيه؟ أنا حابب أن أنا أتعرف على مجتمع المستثمرين المحلي أو المجتمع المحلي، حابب أن هم يقفوا جنبنا ويساعدونا، لأن هم يعني أكتر ناس حاسة بإيه اللي موجود النهاردة على مستوى المواطن أو على مستوى المستهلك إنهائي كصعوبات معيشية. الحاجة اللي هنستغل فيها المبلغ ده إن إحنا هنبتدي نحاول إن إحنا نأمن استمرارية الشغل بتاعنا من المبلغ ده لحد نهاية 24. إحنا بنستهدف الربحية على نت بيزز، يعني ربحية على منتصف 2024، وبالتالي بنهاية 2024 هتبقى الشركة بروفيتبل، وبالتالي ده هيدينا دفعة ان احنا نقدر نروح نلم فلوس او نريز جولات تمويلية تانية واحنا بروفيتبل يعني. طيب انا عندي سؤال في الحتة دي، انت اللي بتاخد الديسيجن بتاع التسليف ولا اللي بيسلفك الفلوس؟ لا احنا اللي بناخد الديسيجن بتاع التسليف وبتديه في خلال قد ايه؟ ده انستنت وحضرتك واقف في المحل او يعني على منصه الكترونيه. احنا بنتكلم بالدقائق يعني قد ايه؟ لا يعني الكار تشيك اوت اكسبيرينس بتاخد 28 ثانيه، حضرتك حط فوق ال 28 ثانيه دول 10 ثواني زياده، فبقت كلها 38 ثانيه. 38 ثانيه مظبوط. انت عارف ان الكلام ده متسجل يعني، فاحنا بنقول الكونديشن بس طبعا يعني محتاج ان انا اكد ان ده بيرجع للعميل والتاجر يعني. في تفاعل ما بين العميل والتاجر، هات الكارت حط البين يعني. تمام. عندك لاين اوف كريديتس قد ايه؟ احنا لسه ما عندناش لاينز اوف كريديتس، زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل من الاكويتي بتاعتنا سو فار يعني. ما بتاخدش من حد لاين اوف كريدت؟ لا ما خدناش لسه من بنوك ولا اي مؤسسات ماليه، ما خدناش منها اي لاين اوف كريدت. ال 45 الف عميل اللي عندك كام منهم اكتف؟ كلهم اكتف، هم تقريبا كلهم يعني ال 45 الف عميل دول كل عميل عمل اتليست معامله واحده مع سيمبل. لا ما هو اللي عمل واحده بس. تسال بقى ريكيرنج يعني ريكيرينج. كام منهم بيتكرر ان هو بيعمل معاملات بالزبط على مدار مانثلي مثلا دي؟ لا هي على مدار السنه، لان البلان بتبقى من 3-4 دفعات يعني. فالنهارده احنا بنتكلم في حوالي 20% وبنستهدف ان هي توصل ل 50% بنهايه السنه دي. وشايف هتوصل لكام الف عميل في الفتره اللي جايه؟ احنا عشان نبقى بروفيتبل محتاجين ان احنا نوصل ل 85 الف عميل. عشان الشركة تبقى بروفيتبل اون نت بيسس محتاجين ان احنا نبقى عندنا 5. وانت كل اللي محتاجه عشان توصل لل 85 ده تمويل؟ كل اللي محتاجه تمويل مظبوط. ومحتاج ان انا احرر راس المال اللي معايا النهارده عشان يقضي الانفاقات بتاعت الشركه كمرتبات وايجارات وكل الكلام ده. انتوا الشركه كام واحد؟
احنا الشركه اجمالي 78 موظف، الباك اوفيس فانكشن تقريبا 28. الكاش بيرن بتاعك حوالي 5 6 مليون جنيه في الشهر؟ لا اقل من كده، 2.5 مليون جنيه بالظبط. 2.5 مليون جنيه يعني. انت بتقول ان انت انت مدخل هتدخل حاجه 20 مليون جنيه السنه دي. طيب تمام. يبقى انت ليه يبقى انت كاش بوزيتيف؟ يبقى ده انت ده جروس ريفينيو، انا لسه ما شلتش منه كل الانفاقات بتاعتي. ماشي، ما هو انت يعني ده لو شلت منه الانفاقات بتاعتي انا هخرج السنه دي. او يعني انا بقول لك انت الكاش بيرن بتاعك يعني انت كل الانفاقات بتاعتك قد ايه في الشهر؟ 3 مليون 600. تمام، 3 مليون 600 دول اللي هم حوالي 40 مليون جنيه في السنه، وانا بحقق 32 مليون جنيه. ماشي، يبقى عندك 8 يعني. بالظبط كده، عشان كده بقول لحضرتك بمنتصف السنه الجايه انا هبقى بوزيتيف ان شاء الله. طيب وانت لو خدت المبلغ ده هتبقى محتاج تمويل لحد ما تبقى بوزيتيف؟ هبقى محتاج تمويل، وانا اوريدي اشتغلت على تمويل، بس انا مش هقدر اتكلم على تفاصيله في الحلقه هنا، ولكن احنا يعني مستنيين بس ان احنا نستلمه على تقريبا نهايه الشهر الجاي، يعني منتصف او نهايه الشهر. انت عندك ايه نوع الرخصه اللي انت واخدها؟ احنا ما عندناش رخصه، النوع ده من البيزنس اللي هو الباي ناو باي ليتر في مصر لسه ملوش رخصه. اوكي، اصل هو خلي بالك اي رخص، لو رخص تساعدك، لو حد عنده رخص تساعدك يعني مش محتاج رخصة. انا عارف ان اي رخصه من دول مينيمم 75 مليون جنيه. انا عايز بس اقول لك حاجه، هو ما بيسلفش، هو بيخش وسيط ما بين البايع وضامن، وسيط ما بين البايع والمشتري، فهو زي فاليو، بياخد ديسكاونت من البايع وبياخد، بيبقى هو لو بيخش، فهو مش محتاج رخصه يعني. هو اي داز نوت تشارج انترست على بالظبط كده. واللي انا كل المدد يعني بتاعت ب 100 جنيه بيخش يشتريها ب 100 جنيه. لا، ولان مدد الدفعات كلها 90. مدد الدفعات كلها اقل من 6 شهور، فبالتالي انا غير خاضع لقانون التمويل الاستهلاكي اللي موجود حاليا في جمهوريه مصر العربيه. بس ما بتاخدش انترست؟ ما باخدش انترست، لا انا باخد هي حاجة الرسوم تمنها. هي رسوم الاب فرونت، ودي فلات مربوطه بخطه التقسيط، فلو حضرتك هتقسم المبلغ على دفعتين هتدفع 100 جنيه، لو هتقسمه على 3 دفعات 150 جنيه، 4 دفعات 200 جنيه، 5 دفعات 250 جنيه، وباخد نسبه الخصم من التاجر. اوكي، وبتمول الديفيسيت ازاي برضو؟ انت بتقولي لسه في ديفيسيت في النص. انا بقول لحضرتك هو انا المقدم اللي باخده هو ده اللي بقدر امول بيه عمليات. يعني انا الفاينانسنج ريشيو بتاعتي النهارده اراوند 70%. معلش، بتاخد 250 جنيه لغايه كام جنيه؟ خمس دفعات. لغايه كام جنيه؟ لا مش مربوطه بالمبلغ، يعني لو 10,000 جنيه تاخد 250 جنيه. يعني زي مصاريف، مش انترست. بالظبط كده، بالظبط. واللي احنا لينا ليميتيشن على المبالغ، فاحنا اقصى مبلغ ممكن نوصل له 20,000 جنيه، والعميل بيبقى دافع منهم مقدم 25 او 30%. بس 20,000 جنيه بتاخد 250 جنيه على ال 20,000 جنيه، يعني ولا حاجه، يعني مش انترست يعني. صراحة يعني عشان ما واحد ياخد ديل لازم يبقى وين وين، والرقم اللي انت حاطه ده ديفينتلي مش وين وين، فانا اوت. ميرسي يا فندم، شكرا. محمد، انت داخل بتنافس مع حيتان وطالب طبعا برضو فالويشن 750 مليون لو انا حسبتها صح. صح. ف برضو فعلا يعني انت محتاج تبقى، عشان تبقى بتكسب الرقم ده، ما انت محتاج تكسب الرقم ده عشان ترجعه في الاخر للمساهمين بتوعك، بغض النظر ان هيبقى فيه، ممكن يبقى فيه، بس احنا هنا دايما بنقول ما تبيعليش الاكزيت، ما تقوليش مثلا الشركه دي بعد كده هتساوي، وحتى ديت انت محتاج الشركه دي تساوي بعد كده كام مليار علشان تدي الناس العائد بتاعها اللي داخل على الفالويشن اللي اوريدي ب 750، فانت محتاج تكسب 750، وانت لو 10% اون افريج الفيز بتاعتك، فانت محتاج تبقى حجم الاعمال عندك داخل في 7.5 مليار جنيه ممكن توصل له، يعني الاندستري دي تستحمل حاجه زي دي، بس انا متخيل انها هتاخد وقت كتير وفلوس اكتر بكتير جدا من اللي انت طالبها. فيعني تاني اي ثينك ان انت عامل بزنس موديل حلو ويعني سكيلبل، بس انا اي ثينك ان there are so many risks بالفالويشن ده. فانا طيب انا عايز بس اوضح نقطه، ان حاليا في السوق المصري انا ما عنديش منافسه، انا بشتغل لوحدي الى الان يعني. تمام، وده ليه؟ عشان زي ما شرحت لحضرتك الخطط بتاعه التقسيم بتاعتي كلها اقل من كل الشركات العامله في التمويل الاستهلاكي، وفي نفس الوقت انا ما بشتغلش في اقل المنتجات. يعني اقل في المده، أقل في المدة.
وفي نفس الوقت انا ما بشتغلش في المنتجات اللي هما بيشتغلوا فيها. يعني شركات تمويل الاستهلاكي 80% من مبيعاتها الكترونيات وسلع معمره او سلع كهربائيه. احنا ما بنشتغلش في السلع دي، احنا بنشتغل في الايتيمز اللي العميل عمره ما بيعمل لها بادجيتنج، واللي هي كلها متعلقه بحياته الشخصيه بممارساته على مدار الشهر، سواء بقى كانت مثلا رسوم بتاعه اكاديميه رياضه لاولاده، دكتور، دكاتره، كورس عايز ياخده في اول السنه هو ما كانش متخيل ان هو في شهر ابريل او في شهر 5 هيبقى بياخد الكورس ده. وهي دي الحاجات اللي احنا بنكسل فيها. للستات مثلا كل البيوتي سالونز النهارده التيكت بتاعتها، انا في حته مش واخد بالي منها، انت ازاي مالكش منافس؟ احنا شفنا في رمضان الكنافه بتتقصر صح، وشوفنا بس اتقصت على 6 شهور. انا بكلم للعميل النهارده لما بيفتح اب من بتاعه الكونسيومر فاينانسنج بيقدر يقسط من اصغر حاجه لاكبر حاجه، وفي حاجات كمان اوفرز لانها باكت باي بنوك او مؤسسات ماليه ضخمه، فيجي يقول لك 12 شهر بدون فوائد. بس تاني للعميل الاند يوزر، ازاي ده مش منافس ليك؟ الكلام ده او الكلام اللي حضرتك بتقوله صح 100% من 5-6 سنين فاتوا، والماركت ده لسه بيبتدي بيقوم. النهارده الماركت لسه مش ماتيور، ولكن ات ايفولفد لوت من 5-6 سنين فاتوا. فالنهارده العميل حتى لو انت اديته فاسيليتي ان هو يشتري جزمه على 12 شهر، هو مش هيقعد يدفع اقساط جزمه هو ماشي بيها على الارض كل يوم بتتوسخ لمده 12 شهر. فبقى في ماتشنج ما بين اللايف تايم بتاع البرودكت نفسه والبلان اللي انا باخدها، وهو ده اللي بيخلي ان احنا يحصل عندنا ريكيرنج ترانزاكشن. يعني ده اللي بيخلي العميل يجي مره والثانيه والثالثه. لكن النهارده حضرتك لو بتشتري مثلا غساله نفترض، انت هتجيب غساله مره واحده في حياتك، او جايز مرتين لو في بيت تاني او سكندري هوم او كده، تمام. لكن انا بتكلم على كل الحاجات المتعلقه بحياتنا الشخصيه والمتكرره، واللي النهارده هو معلش هو انا متهيئ العميل هيفكر فيها اكتر هو اني ارخص له. بس يعني كل دي انت حسبتك انت، بس هو حسبه العميل هو بالعكس عايز يدفع على اطول مده وارخص سعر. يعني لو انت ارخص من الناس التانية هو طبعا كده ارخص، هو ارخص. ما هو فاليو بيعمل نفس الحكايه فاليو بفايده، يعني لا بيعملوا اوفرات بيعملوا زيرو فايده، ولكن زيرو فايده، ولكن في فروق. الفروق بتبتدي من مده التقسيط، من نوعيه المنتجات اللي انا بنافس فيها، والماركت مثلا بتاع الملابس اللي احنا بنعرضه النهارده ده احنا كشركه وير باينيرنج فيه، يعني مفيش حد بينافسنا فيه، وده خلانا نمضي شراكات مع شركات التمويل الاستهلاكي ان هي تجين اكسس على الماركت ده اللي هي اوريدي عامله في السوق النهارده. الحاجه الثالثه البروسيس بتاعتها، يعني سواء الشركات اللي حضرتك ذكرتها او اي شركات تانية التمويل الاستهلاكي، العميل ما يقدرش يستفيد بالخدمه غير لو هو اوريدي متعاقد مع الشركه. لكن انا بتكلم النهارده ان حضرتك النهارده في المحل، تمام، ودخلت عايز تشتري بدله تمنها مثلا في دماغك قبل ما تخش المحل كان تمنها 8-9000 جنيه، دخلت لقيتها ب 15000 جنيه، هتجيبها ازاي؟ هو ده اللي احنا بنقدر نوفره، ان احنا بنديك انستنت ديسيجننج من غير ما تسجل، من غير ما تعمل حاجه. هي الترانزاكشن زي ما انا شرحتها، بمجرد ما حضرتك معاك الكارت البنكي بتاعك، تمام، بتمشي على البروسيس اللي هي 4 خطوات، ومنها بناخد الديسيجن ونقدر نحدد اذا كنت هتكمل معانا ولا مش هتكمل معانا. وبحضرتك جاي من بانكينج ولا فينتك ولا من تجاره ولا انا كنت رئيس التنفيذي لاحدى الشركات اللي حضراتكم ذكرتوها لمده 5 سنين، وقبل كده 16 سنه بنوك تجزئه مصرفيه، وقبل كده حوالي 5 أو 6 سنين اكروس يعني بزنسز مختلفه. فان توتال يعني هم تقريبا 22 سنه او 23 سنه خبره. برافو. وفي نص 2021 خدت القرار ان انا انت هتروح لوحدك، ان انا اسيب الشركه دي واروح لوحدي. طيب سؤال اخر معلش، حضرتك عملت اي راوندز قبل كده؟ انا عملت في نهايه 2021 كب على كام؟ جوله بذور كانت ب 6 مليون دولار. ده في اخر لحظه. أيوة. قبل ما السوق ده يقع يعني 210 مليون جنيه، يجي النهارده يعمل فالويشن تاني حسب على لو 280 مليون دولار يبقى 210 مليون صح ولا لا؟ هي 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 الفكره تاني، يعني هحاول اوضحها لحضراتكم. انا مش موجود النهارده عشان الفلوس، على قد ما انا موجود ان انا عايز اخد الكونكشن والاكسبوجر مع اللوكال انفستمنت كوميونتي. انا عايز استفيد بخبرات حضراتكم معانا، وفي نفس الوقت علاقاتكم، لان كل شارك من حضراتكم
اوريدي عنده بزنسز كتير قوي، ممكن تبقى صناعه مكمله للحاجه اللي انا بشتغل فيها او مرتبطه ارتباط وثيق بان انا ازاي اكبر البزنس بتاعي. فهي الفكره مش فكره الفلوس على قد ما هي فكره ان انا حابب ان مش داخل علينا دخله. أنا... انت داخل علينا دخله. انا هريحك وهديك انت ولا همك اي شارك مش شاركس اللي حضرتك. انت داخل حضرتك علينا دخله. حضرتك حسبتها وقلت لي يعني 750 مليون جنيه، يعني 750 مليون جنيه يعني نقص على 30. انا هريحه وادي له اوفر وهساعدك في التمويل من الشركات ديت اون كونديشن انك تكون بتسلف في 35 ثانيه بس. هدي لك ال 15 38 بس عشان انت مسجل. انا كنت عايز 38 ثانيه بس عايز اراجع بس المبيعات السنه كام من ساعه ما ابتدينا اللي هو شهر 10 2021. لا انا عايز الست شهور اللي فاتوا. الست شهور اللي فاتوا دول احنا عاملين 120 مليون جنيه. انا هدي لك المبلغ دوت على سنتين مقابل 30% من الشركه. محمد كان طالب 15 مليون جنيه مقابل 2% حصة من الشركة، ومحمد فاروق قدم له عرض بالمبلغ لكن بنسبة 30%. القرار أكيد صعب على محمد اللي واضح جداً إنه واثق من نفسه ومن المنتج بتاعه، بس يا ترى هيتخلى عن النسبة دي؟ أنا هدي لك المبلغ دوت على سنتين مقابل 30% من الشركة. طيب هما جنسيتهم ايه اللي حاطين معاك فلوس بس عشان نعرف الاجريشن هيبقى عامل ازاي؟ لا هما يعني من الـ فاندز يعني من الخليج. هما فينتشر كابيتالز يعني من الخليج. طيب اقدر اقنع حضرتك بطريقه تانية؟ يعني هزود بس حته زياده ان حضراتكم سواء من خلال البرنامج ده او من خلال حياتكم العمليه فحضراتكم شركاء في مشاريع كتير، والمشاريع كتير دي منها اكيد هيبقى في ناس كتير انا بشتغل معاها، يعني اي كوميرس بلاتفورمز كتير، اجريجيتورز اند سو فورث. في ظل الماكرو ايكونوميك تشالنجز اللي احنا عايشينها النهارده، التجار ومقدمين الخدمات مش هيعرفوا يحققوا المستهدفات بتاعتهم من غير وجود ناس زينا. طبعا احنا عارفين. فانا بساعد حضرتك ان انت تامن استثماراتك في الشركات دي. انا مش عايز حضرتك ان انت تخش معايا بشير كبيره او تاخد حصه معايا كبيره، تمام، ولكن انا عايز حضرتك تزقني ان انا اقدر اوصل للارقام بتاعتي وابقى شغال كويس على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وبالتبعيه يبقى كل التجار اللي في الشبكه معايا اللي حضرتك ممكن تبقى مستثمر فيهم او انا متاكد ان انتوا مستثمرين في جزء كبير منهم محققين برضو المستهدفات بتاعتهم، محققين الربحيه بتاعتهم، فبالتالي استثماراتكم محفوظة وبتحقق العوائد اللي انتوا بيع صعب قوي ترابوا فيها. هي لفة بس لفة كبيرة. يعني خلينا احمد، انا لو حمادة اوكي انا ممكن اخش مع حمادة في بنفس الديل بتاعه. انا مضيف في الديل وانت عايز. خلاص طبعا شرف. طيب انا مقدر طبعا العرض اللي حضراتكم اتفضلتوا بيه، وانا فعلا يعني انا عايز الريليشن شيب اكتر من الفلوس، ولكن يعني هرجع تاني للنقطه اللي قالها باشمهندس عبد الله، لازم اراعي حقوق المساهمين اللي معايا. ف مش هقدر اوصل ل 30% بس ممكن اطلع من ال 2% دي ل 4%، بس ما اقدرش اطلع اكتر من كده. بعيد عن بعض خالص. اصل احنا يعني احنا بنعمل فالويشن لشركات زي كل يوم. انا متأكد. فالفالويشن فعلا نزلت بارقام رهيب، ما هنا يعني وما نزلتش بارقام رهيبه يعني عشان حاجه نزلت للواقع. يعني لما تشتري شركه ب 30% سيلز بتاعتها ليه؟ يعني فاهم انا قصدي ايه؟ تشتري على 200% بروفيت ليه؟ هو يعني ده انت عديت كده تسلا بقى، وعديت احسن من تسلا واحسن من الشركات اللي احنا بنقول عليها فالويشن رهيب.
فانت كده عديت امازون وتسلا وكل الشركات الكبيره. ف لا خالص يعني انا بس انا بدي لك نصيحه ان مفيش حد في السوق النهارده بقى كلنا اتعورنا وكلنا اتعلمنا بقى ولا 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 ما نتعلمش. تحب تاخد 3 دقايق تفكر الاوفر بتاعك هو 4% بعيد عن توقعاتنا ففكر وقول لنا بس عشان طيب يعني انا مش هعرف اتحرك ومقدر طبعا كل اللي حضراتكم قلتوه ولكن يعني اللي انا خدته من الكلام اللي حضرتك قلته والخبطات اللي كلنا تعرضنا لها والنزول في الفالويشن ان maybe this is not the right time to يعني صح. to raise money يعني صح. let's wait and see ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه يعني انا بعتذر لحضراتكم بالعكس, 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 بالعكس احنا عايزين نساعدك يعني. وعايزينك كل خير وانا عايزينك تكمل وحتى بعد البرنامج حاول تعمل ريس كده وتسمع من البيسيس هيعملوا لك تقييم ايه ان شاء الله ونتكلم تاني. توفيق يا محمد بجد شرف لحضراتكم بس فينا احنا حاولنا يعني لا خالص يا فندم لا ميرسي شكرا توفيق ان شاء الله باذن الله.